ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الوصايا. تعلم الدين الولد، تعلم التوحيد من صغير، لا يمشي لقبة يشيل التراب يتبرك به، لا يعتر الجنة ينادي الشيخ يا مكاشف يا برع يا كباش يا صايم ديمة يا فلان. والكلام ده يا جماعة ما نبز، أي زول يفهمه نبز ويمرق يتضايق يمرق يراجع نفسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق الدنيا أبو بكر رضي الله عنه، حافظين انتوا الأثر ده، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو؟ قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما في صحابي قال ليه تنبست. نحن هسه لو قلنا للناس زي ما قال أبو بكر رضي الله عنه في النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلنا في شيخ من المشايخ الليلة، المشايخ عندهم هون الدنيا تقوم وما تقعد، تقول لنا هذا الله ما تنادي برعي، يزعل يقول لك السفيدة يجيبوا البرعي ونحن نبذناه وقلنا لك نادي الله ما تنادي السفيدة شنو يعني الكلام ده بزعل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام لابن عباس رضي الله عنه في الترمذي، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله يجزيك خير، جزاك الله خير. إذا سألت فاسأل الله، ما قال لي أسألني أنا. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، الأمة دي ما فيها المشايخ ديل بتاع ناس ديل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا تتربع على العقيدة، ما سمعت في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ما قال لون البقرات أبقى على 10 والواطة دي مهمة ما تبيعوها، والحديد ده زايد عرباتكم ما ولا البهايم ده كله فارغ زايد واللي كلام دنيا زايد كله بقى بنام انتهي. صحابة ديل والأنبياء ديل، ديل ما أنبياء هم من العقيدة والتوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده همون ما تعبدون من بعد التوحيد والعقيدة والعبادة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مات مرتاح طوالي، مات مرتاح، ما شفت أولاده رباهم كيف، ما شفت يوسف عليه السلام قال لهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لا رباه على التوحيد من صغير، رباه رموه في البير وثابت على التوحيد، مشى هناك قريب 40 سنة بعيد من أبوه، لما الفتنة ظهرت له هناك ما وقع فيها لولا أن رأى برهان ربي، لأنه عقيدته في الله تمام، لأنه موحد ولأنه ده همه، شاف علموا الدين والعقيدة. المرأة ولدها تعلم الدين، مش يخوفوا به فارغة زي يا أخي أنا بدقك، والبعاتي في بعاتي في البلد دي ولا برا البلد دي، بعاتي بتاع شنو، والسفنجة دي مقلوبة صلحها ما تقلبها علينا، في سفنجة بتقلبها على ناس يا ناس، والطفل يعلقوا له كمون يقولوا بيحفظ، كمون بيحفظ وكمون بيسرقوه ذاته، كمون ذاته اللي يحفظ نفسه بيسرقوه ذاته، يسرقوه ذاته في نفسه، ويعلقوا لك حجبات يقول لك حراسات. يا ناس شارون عقيدة زي ما بيعتقد شارون هناك، الرئيس الأمريكي ده ترامب ده ولا اسمه ترامب ما عنده عقيدة زي
يا اخي تعتقد عقيده زي دي؟ بارتيز بتاع الفرنسا ما عنده، حارس بتاع فرنسا ما عنده يا اخي. انت عقيدتك يا اخي حجبات، حجبات معلق لك حجاب، وده بتاع سكين، ده بتاع مطوى، ويا جنى حجابك ده ما يقطعوا منك، وانت خايف على الجنى معلق له حجاب، وخايف على الحجاب بيحفظ الجنى ما يقطعوا منه، ده فاهم شنو يا ناس؟ والمره تلقاها موهومه، المره يقول لك والله ولدي ده مشيت لفكي فلان، اوعى تمشي لفكي، اسمعي كلامي ده، وقرن في بيوتكن، الله قال كذا سبحانه وتعالى، فكي ده مجرم تمشي لفكي؟ فكي يقول لا انا بديك جنى والمره سمحه، انت يديك التراب، يقول لك هاك التراب ده اكشحه في بحري، وانت بتغرق في بحري، بتغرق في بحر عديل، تمشي تكشحه التراب في خشمك ده، خلي للمرة تمشي تكشح التراب، ومرة تمشي الله الذي لا إله غيره. قبل أيام واحد من إخواننا سايق ركشة، والله حكى لي قصة لليلة أنا بفكر فيها لليلة، مرة هنا دي درمان هنا دي مشهد، يا مجتمع ذاته ما بعين على الخير، 4 سنة ولا 3 سنة ما أنجبت، واحدة جارتها قلعت من وين ما بعرفه، ذاته جارة زي ديك أنا الله بتلاق بها، المرأة البتين باقي توبة ده تلفحوا في الشارع، وإن لفحت جوا نحن التوب ده عندنا في راي، خلي تلفحوا باقي في الشارع شايلاو تلملم فيه كذا زي السيوتر، وجاياك ماركة دي بتجيك ماشية في جنبها دي أختها، والله الذي لا إله غيره. وأنا عندي شيخ هناك جنب سواق أم درمان ده بدي جنى وما فيها مشكلة لو رقدتوا سوا، اه معقولة؟ والله المرأة مشت غشاء بناء لا شهر وكذي، بقت غشاء والله الذي لا إله غير، بقت تزال الحكم الشرعي شنو ماشى تسقط، يعني إذا علم آلام زي دي يا أخي ليه عملوا فينا كذا يا أخي؟ الحمد لله أعراضنا ما بيصلوا، لكن ليه يا أخي نحن ما بنتعلم للمسلمة لما تمشي تتغشى غشة زي دي يا أخي بجهلة، وإلا لو دي فاهمة ذاتها مشكلة، ذاتها في عقيدتها مشكلة كبيرة جدا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا علم الغيب، بنعرف الرائحة، بنعرف الغنماية وين، وبنعرف ده وين، دجالين كلهم كذبة، وندي جنة، أنت بتدي جنة؟ أنا أصدقك أنت ولا نصدق القرآن؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ومرة تمشي لفكي دي ما فيها خير، والله لو بقت قروشة جت بتوزع على المساكين ما فيها خير، لو بقت تكرم مرأة ما فيها خير، لو بقت بتطيع زوجها ما فيها خير، تمشي لي فكي، شوف لي الرائحة وسوي لي واعمل لي، وما محترمة زوجها، أي مرأة تمشي لي فكي ما محترمة زوجها، لأنه لو زوجها هذا ما لي عينه ما مشت لي راجل تاني، أنا ما ممكن تعتر تقول يا فلان الحقنا وراجلها جنبها، معناها ده شنو؟ معناه ده ما مالي عينه، لو مالي عينه جاء الحرامي بيصحيه أول شيء، تدعى الله تصحيه يا راجل قوم شوف الحرامي، لكن يبين نص النهار وانت ماشي معاه تعتر تقول يا فلان الحقنا، والله فلان ده لو جنبه وانا تنادي وتخلينا انا دي عندي معاه كلام كثير، تخلي اخي تلقاه قاعد واحد اتصل بي من منطقة في النيل الابيض، دي ما يسأل الناس انه ده ما براو، بعدين الباقيين ده اتصل بي قال في كوستي، والله الذي لا اله الا، قال المرة زوجها واحد درويش ومشى للشيخ قال له 4 سنة ما انجبتها، قال له تشريب المحادي ولا تلبس الحجاب ده حتين تلدو، والمرة دي منغبة تكشف وشها، شو المجرم ده؟ قال لا تكشف وشها عشان تلد، الجاب على علاقة الوش بالولادة شو؟ أنا دار أعرف الجاب الوش بالولادة شو؟ وجاب الحجاب للولادة شو؟ الكفار ذي لسي بعرفوا حجاب وحرام عندنا نحن المسلمين ذاته حرام، هم بيعرفوا ما قاعد يلدوا، ما شايف الصينيين ده اللي بيشابهوا كيف مرات تيمان الناس بيلدوا يا كفار تلقاهم يا اغنى كلها جماعة عقائد، والله يدخلوها الفكا يا ديل في البلد دي، الله يمرقها، أسأل الله يمرقها، أسأل الله يمرقها، أسأل الله يرد الأمة دي للحق ويردها للعقيدة الصحيحة. يا أخوين التوحيد يا أخ في البخاري يا أخ، هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم قالت له إلى من تتركنا؟ خلى زيدا إلى من تتركنا؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم،
قالت إذا لن يضيعنا. أمش قالت لك أنا الله أمرك ما بضيعنا، لأنها موحدة عقيدة صحيحة، مش تفزع لفلان وعلان وإنت في الغربة، هي تجارة للرجال يا فلان والفقي فلان وعلان. يا ناس ولا التعلم على التوحيد والعقيدة الصحيحة يعظم الله سبحانه وتعالى، شان محل ما يمش كون عقيدته تمام، وإذا تكون رقابتها في الله تمام. يا ما شفت المرأة في زمن عمر رضي الله عنه ماشى زوجها مشى الجهاد، هي قاعدة في غرفتها، عمر رضي الله عنه جاب الطريق من غرفته قالت أبيات، عمر سمعها رضي الله عنه، قالت تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره. والتوحيد ده كيف يا أخي؟ فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. دي مرة نجيضة زي دي موحدة تراقب الله سبحانه وتعالى. طفلك تعلمه على التوحيد، ما يعلق حجاب، ما ينادي فقيه، ما يتبرق بتراب، ما يمشي له قبة، وزول مات. نادي بتفهم كيف وزول مات. المات ده يا جماعة لو ادوه قروش قال له دخلها في جيبك، عنده جيب؟ لابس له كفن، عنده جيب؟ هسي في ناس يفهموا الكلام ده نبز، وينه النبز؟ وزول مات كفن، لابس كفن، ما عنده جيب ذاته، لو اديته قروش يخد تافه، خليه يجيب لك قروش ويجيب لك حاجات وميت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أهم شيء التوحيد، أهم شيء في عرس، في طلاق، في وفاة، في حياة، وفاة ذاته ما يتلموا فيها، المهم الناس توحد الله سبحانه وتعالى. كلام عمنا ذا الآن هو موجود، كونه يدعو الناس لغض البصر ده كلام طيب وكذا، نحن ما بننكره، ما بننكره الناس تغض بصره، والله قال كذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أما شيخ أبو زيد وطارق اليسع وفلان وفلان وفلان، الناس ذيل الناس ذيل باختصار شديد جدا، أنا في نهاية المطاف ما بندعوك لأي جماعة، الناس ذيل نحن مختلفين معهم والله الذي لا إله غيره. ناس يدعو إلى التوحيد أخواننا ما في مشكلة تمام، يدعو إلى السنة أخواننا، أما يجيبوا أهل البدع زي محمد حسين يعقوب ويجيبوا منو ومصائب مشاكلنا معهم موجودة في النت والردود عليها موجودة، ده ما مجال لذكرها، لكن احنا عشان ما نفوت مسألة ساي، يعني ما أدعو الناس لأنصار سنة ولا لصوفية ولا لإخوان مسلمين ولا لجماعة من الجماعات، ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. الكلام ده شين لا تبقى أنصار سنة، وإذا يقول لك أبقى أنصار سنة نبقى شنو، مركز عام ولا إصلاح ولا نبقى جمعية ذاته ولا الحق مع منو ذاته؟ الناس تبقى كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا تبقى تكفيري، لا تبقى سروري، لا تبقى إخواني، لا تبقى حزب أمة، ولا تبقى عالمة، تبقى مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. وإنت يا عمنا أقبل الحق زي ما خليت دعاة الشرك وبقيت أنصار سنة، خلي أنصار السنة وقعوا في بدع وبقوا بتاع سياسة وكبار ويمشوا للصوفية زي إسماعيل عثمان، وده ذاته ناس الإصلاح ديل، الشيخ أبو زيد مطر ده شيخ، ده من شيخ مطر اسمه مطر، يا عمنا جزاك الله خير مطر ده قال نحن الصوفية ما بنقبل فيهم وأنصار السنة ما بيقبلوا في الصوفية والصوفية ما بيقبلوا في أنصار السنة، ده كلام زول بيصدقوا. ولا المشكلة مع الصوفية في جماعة صوفية ده، لا جماعة زول بيقول إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، ونادي إسماعيل ده موافق الدين ولا مخالف الدين؟ والله قال لك في المصائب نادينانا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده مثال واحد والكلام يطول، وانا شايف الجو بدا يتلغم قبل ما تقوم قنبله، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وانا متكيف جدا والله من العريس ده
من أخونا وكيل برضو ثابتين وكل الحضور القاعدين بعد القاعدين استمعوا لنا ونساء برضو بغادي شكلهم برضو بيستمعوا. الله يثبتنا وياهم ووفقنا وياهم واعملوا بالوصايا دي والله يزوج للأيام واليتام والمساكين. وفي واحدين برضو بندعو لهم يتزوجوا لكن ده ما وقته يجيب مشاكل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويا عمنا بريد أقبل الحق جزاك. السلام عليكم ورحمة الله.